واحد. طيب خلينا بقى نروح لخبر تاني، وهو خبر للأسف الشديد يعني غير سار تماما، والعودة مرة تانية لكورونا، والمرة دي بقى متحور دلتا. يعني وزارة الصحة امبارح تحديدا قالت انها بتسعى لتطعيم اكبر قدر ممكن من بقى المواطنين بلقاح كورونا، علشان الفتره المقبله تحسبا كده هيبقى فيه تفشي الفيروس كورونا، احنا عايزين على قد ما نقدر يعني نمنع ده، وبعد كمان الاعلان عن دخول هنا الموجه الرابعه وثبوت تواجد متحور دلتا في مصر. يعني الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسكان كانت قالت ان تم اكتشاف اول حاله مصابه بمتحور دلتا بمصر، ده كان في يوليو اللي فات لسيده، وحالتها يعني ما كانتش مستدعيه قوي دخول مستشفى، واشارت لارتفاع اعداد اصابات كورونا خلال الايام اللي فاتت، وطالبت المواطنين بضروره الاسراع هنا لحجز لقاح كورونا من خلال موقع وزاره الصحه للمساهمه في الحد من انتشار العدوى بقى والسيطره على الفيروس، ومساعده كمان الدوله بنتكلم في تطعيم اكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري. أكدت أيضا أن مع بداية شهر أكتوبر المقبل لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل بدون لقاح ضد فيروس يعني كورونا. فخليني بقى أقول لكم الأرقام، إحنا بنتكلم بالأرقام وهي أرقام، يعني خلينا كده نروح نشوف برضو مع حضراتكم الحالات الجديدة. تحديدا سجلت 189 حالة، الوفيات عندك الجديدة، إحنا بنتكلم في الجديد 5، عدد الحالات الشفاء لحد دلوقتي منذ بداية يعني هذه الكارثة 236,075، إجمالي عدد المصابين 286,541، إجمالي عدد الوفيات في مصر 16,676. يعني معلش هنرجع تاني نقول، وإحنا على فكرة لما بنتكلم إحنا بنتكلم بنقول لنفسنا برضو، يعني إحنا كلنا لازم نخلي بالنا، ما فيش حد يعني أكثر وعيا، كلنا لازم نخلي بالنا، لأن البعض على فكرة هتلاقي كده في محيط الكلام والعيلة والأصدقاء والناس يقول لك ما خلاص بقى كورونا دي راحت عليها وبتاع، لا على فكرة لسه يعني في موجة رابعة جاية. ما فيش أي وزارة صحة يعني عالميا، حتى وزارة الصحة العالمية حتى لم تعلن إن احنا أو الكارثة انتهت، الموضوع مش كده خالص، الموضوع إن لسه في إصابات جديدة في العالم، في بعض الدول الإصابات فيها قلت جدا لأن نتيجة إن هم أخذوا الفاكسين اللي هو على مرحلتين، احنا بعض الدول زينا لسه مش كل المواطنين يعني تم تطعيمهم، يعني فاحنا ماشيين في البروسس، لكن برضو محتاجين نخلي بالنا جدا. دلوقتي كل الناس بقت خلاص بقى السلام بالاحضان وبالبوس وبنشرب بشاليمو بعض وبناكل بشوك بعض والحاجات الحياه جميله، لا يعني خلي بالنا جدا. يعني عايزه اقول لك كريم ان اللي بيخلي باله دلوقتي ناس بتقول له يا انت لسه بقى عايش في الدور ده، انا شفتها بعيني، فيعني لا الموضوع مش كده. انا بقى حاطط ايدي على قلبي بعد ما شفت كام صوره كده وكام فيديو للاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، شواطئ اسكندريه بس يعني مش شواطئ مصر. بصراحة حاجة احنا بنضحك عليه بس هي محزنة، يعني لا مش مجرد محزنة، ده في منتهى الخطورة طبعا. ربنا يستر على اللي جاي. هنبتدي بقى نسمع اكيد عن زيادة ملحوظة في نسب الإصابات، لأن أنت شفتي الناس بقى عدوا بقى مرحلة الانعدام التباعد الاجتماعي، دخلنا في مرحلة مش عارف أقولها لك إيه، حفلات الساحل مثلا، الاندماج الاجتماعي. يا نهار أبيض، يا نهار حفلات الساحل دي لوحدها برضه حاجة. بص أنا بتفق معاك، أنا رحت الساحل مرة واحدة بس طبعا ما كانش فيه يعني وعي إلى حد ما. رحت حفلة من دول، شفت المنظر عامل إزاي؟ لا هو كل الأماكن زحمة جدا و يا نهار أبيض، الهواندة على المنظر بتاع تدافع الناس والتصاقهم بعضهم البعض في حفلات بمئات الآلاف قاعدين كلهم في حيز جغرافي، ما يعني أيوة. مصيبه، اقسم لك بالله باختصار انا مش عايز انا بتفق معاك، لكن الموضوع يعني بجد مش بسيط، ما يعني ما اعتقدش في شخص ما عندوش حد يعرفه او من عيلته ما توفاش يعني بسبب كورونا او ما جاتلوش، يعني في كل بيت مصري تقريبا اصيب فرد منه بهذا الفيروس، فنخلي بالنا لان هو لا يرحم، يعني ما عندناش قصه بقى سن معين، بس هو الكبار لا يرحم، لا يرحم احد، فربنا ان شاء الله يسترها علينا جميعا، بس اكيد الوعي مهم جدا.